السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد وقاية الجهاز العصبي. كما شفنا قبل درسنا واحد الدرس ديال وقاية الجهاز العصبي، الآن وقاية الجهاز العصبي. إثر مجهود عضلي قوي أصيب هذا العداء مثل في هذه الوثيقة بانفصام عضلي يتمظهر بآلام حادة وورم دموي على مستوى المنطقة المصابة. إذن بعد الإرهاق، إذن الإنسان ملي كيبغي يفوز المراتب الأولى ولا تحطيم الأرقام القياسية تيديرو يعني مجهود أكثر من القياس، فهمتي؟ هذا تيرهق العضلات كما تنقولو، والعضلات خصنا نحافظو عليها، لأن كما نحافظو على سلامة الجهاز العصبي خصنا نحافظو على سلامة الجهاز العصبي العضلي باش يبقى لنا الجسم في بنية قوية. إذن هنا بالنسبة لهاد الوثيقة جوج كتبين لنا عادة ما يتعرض الرياضيون لالتهاب أوتار العضلة نتيجة جروح مجهرية، حيث يشعر المصاب بألم حادة، يعني هذاك الوتر شي مرة بكثرة يعني المجهودات وهاديك كيوقع فيه تمزق وهادي يعني كيمكن يؤدي إلى آلام حادة كما توقع لنا شي مرة، أولا كيتلوى الكاحل أولا. إذن قلنا باش نحافظوا على الجهاز العضلي ديالنا كما نحافظوا على الجهاز العضلي كما كنحافظوا على الجهاز العصبي، خص الشروط التي تضمن العمل الفعال للجهاز العضلي ما يلي: تجنب اسباب الارهاق العضلي، يعني الانسان خص يتجنب ما يديرش شي مجهود عضلي فايت القياس، وثانيا تجنب استهلاك بعض المواد الضاره كالمخدرات والمنشطات والتبغ والكحول. هنا في هذه الوثيقه تبين لنا بان العدائين مثلا ملي كيبغيو يفوزوا بالمراتب الاولى كيقوموا بتناول منشطات محظوره، وهي مواد تمنح متناوليها قوه هائله الا انها مضره. هنا في هذا الجدول تيبان لنا المنشطات بحال دابا المنبهات شنو كدير؟ الرفع من القدره على التركيز وعدم الشعور بالتعب، ولكن مضاعفاتها اش كدير؟ كتاثر على القلب والشرايين، يعني تقدر الانسان يسكت له القلب او لا، يعني مشكل. هنا عاوتاني بالنسبه للمنبهات الابتتات كما تنشوفوا هنا بزاف ديال منهم يعني كيمكن لهم ياثروا على الدهش. اذا بعد مرور ساعات مجهود عضلي الاشخاص يشعر الشخص الغير متمرن بالم في عضلاته عند كل حركه، الا ان التمارين الرياضيه المنتظمه التي تجرى في الهواء الطلق تنشط التنفس والدوره الدمويه وتساعد على النوم. إن مرونة العضلة محدودة، لذا فبعد تجاوز حدود هذه المرونة تتمزق الخلايا العضلية وتصبح الحركات جد مؤلمة. إذا الإنسان إلا بغا يدير الرياضة ما يكثرش ما إكسيتيش ويدير على قد الحال. بالنسبة لهنا إذا قلنا الشروط هي تجنب الإرهاق العضلي وتجنب استهلاك المواد الضارة والقيام بتمارين رياضية منتظمة وملائمة. إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله ولي التوفيق، وإلى درس جديد إن شاء الله. والله نتمنى تبارطاجيو باش تفيدو تستافدو، والله ولي التوفيق.